بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 26 من شهر توت المبارك، بشارة زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. رتبت الكنيسة المقدسة أن تحتفل في مثل هذا اليوم بتذكار بشارة رئيس الملائكة جبرائيل للقديس زكريا بميلاد يوحنا السابق، وذلك أن الله أرسل رئيس الملائكة جبرائيل إلى زكريا الكاهن بينما كان يرفع البخور داخل الهيكل، وكان جمهور الشعب خارج وقت البخور، فلما رأى زكريا الملاك اضطرب وخاف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، ويهيئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ ومرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف أمام الله، وأرسلني الله لأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في حينه. ثم مضى الملاك وخرج زكريا وهو لا يستطيع أن يتكلم، وحبلت امرأته أليصابات، وتمت بشارة الملاك، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم 26 من شهر توت المبارك، بشارة زكريا الكاهن بيوحنا المعمدان. تعال إلينا اليوم أيها الطبيب الحقيقي الإنجيلي لوقا الحكيم لكي تعرفنا بالسر في بشارة زكريا الكاهن. قال التلميذ بكلمة الرب في الإنجيل مبشرا هكذا: ولما أتت نوبة زكريا ابن براشية أن يرفع البخور، فدخل إلى هيكل الله كعادته لكي يكمل خدمته، وأن غبريال العظيم بين رؤساء الملائكة ظهر له وخاطبه قائلا: لا تخف يا زكريا، لأن الله محب البشر سمع طلبتك، ومرأتك ستلد ابنا وتدعو اسمه يوحنا. وفي هذا اليوم المقدس قد كملت بشارة رئيس الملائكة، لأنه بالحقيقة عظيمة هي كرامتك يا زكريا كاهن الله، يا من استحق هذا الكارز المعظم يوحنا المعمدان أن يكون له ولدا. بصلوات زكريا الكاهن: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. عظيمة هي كرامتك في العتيقة وفي الحديثة أيها العظيم زكريا كاهن الله العلي، يا من كرمك في مدائحه الطاهرة الإنجيلي لوقا الطبيب الحقيقي، إذ أعلمنا بثبات من أجل هذا اليوم المقدس الذي بشرك فيه الملاك غبريال. قال الإنجيلي بروح الحكمة الناطق في كل حين في الأنبياء والرسل: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا صديقا، فلما بلغت نوبة وضع البخور دخل إلى الهيكل لكي يكمل خدمته، وأن غبريال الملاك ظهر له بغتة عن يمين المذبح وتكلم معه قائلا: لا تخف يا زكريا الكاهن العظيم المؤتمن، قد سمع الله محب البشر صلاتك، وامرأتك تلد لك ابنا، ويكون لك من قبل مولده فرح عظيم، وادع اسمه يوحنا كما قال الرب، وهو يكون سابقا وكارزا أمام الرب. طوباك بالحقيقة يا زكريا الكاهن، لأن في هذا اليوم أكمل الله لك هذه البشارة. أطلب من الرب عنا أيها الكاهن زكريا لكي يغفر لنا خطايانا.